خليك لينا يا سيسي، مبارك فيك وبتكشر من يديك ونجيك من كل شر ويخليك لبلدنا يا رب. وانت صراحة عامل لنا حاجات مش لينا، ممكن تبقى لولاد ولادنا، وربنا ينجيك وفيك شر اللي يأذيك وفيك شر الناس اللي عماله تتبلى عليك. نمشي مع الرئيس لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه في الاخر. والراجل ماشي في مشاريع، وفي موقع اسمه مشاريع مصر شغال، خشوا على موقع مشاريع مصر وشوفوا المشاريع اللي بتعمل. اقتصادنا في 2011 كام والنهارده كام؟ سياده الرئيس عمل لنا كل حاجه وعمل لمصر واقف جنبنا. احنا ما شاء الله شايفين ان البلد بتنهض جدا، في كل حاجه بتتحدث دلوقتي في البلد، الطرق اللي احنا بنمشي عليها كل شيء في البلد اتغير دلوقتي، في النمو في البلد، والبلد حاسين ان هي في الاقتصاد بقت كويس عن الاول. شايف ان البلد كل مدى بتتطور، وفي الاقتصاد بيزيد، العمله بتاعتنا بتظبط، كل حاجه في البلد بتظبط. ما حدش يقدر يعمل حاجه، الحمد لله رئيسنا كويس يعني، الحمد لله. البلد عمره ما تتأثر، طول ما وراها رئيس زي رئيسها فتح السيسي عمره ما تتأثر نفسيا ومعنويا. هم دايما بيحاولوا يهبطوا الشعب المصري ويخلوه الحالة المعنوية بتاعته تنزل والثقة تقل في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن عمرنا ما هتقل في الثقة بتاعتنا في الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي. طبعا ده كلام فارغ، لأن هم ما بيبصوش لتراب الأرض دي. المفروض دي بلد ما ينفعش فيها اللي يحصل في الوقت، حتى الوقت الراهن ده معلش يعني أنا مش شايف وقت والكلام ده يحصل. المفروض احنا بننشئ بلد، المفروض نبقى على قد انشاء البلد بتاعتنا. يهدهم ربنا، ما شبعوش الدم اللي بيعملوه دوت في الناس، يعملوا ايه اكتر من كده اللي عملوه؟ ناس ماتت وناس بهدلت وناس اتشردت، حرام عليهم، يتهدوا بقى ويقعدوا ويستخبوا في كحارهم بقى. وجهة نظر ان الدنيا تمشي ومصر تبقى بخير، كفاياهم بقى يعني، كفاياهم كذب وكفاياهم اشاعات وكفاياهم أقاويل كاذبة وكفاهم ادعاءات بالباطل. أنا شايف أن مصر كده أفضل في الفترة اللي فاتت عن 2011 فيما بعد. أنا شايف أن مصر الحمد لله يعني مستقرة. عايزنا أمريكا الشرق الأوسط، حرام؟ عيب؟ مش حرام ولا عيب، ربنا يقويه ويحفظه. بلد ابتدت تنمو وتبقى كويسة وما فيهاش أي مشاكل، وتنمية شغالة وتمام التمام، والدعوات دي كلها دعوات الهدف منها ان هي تضيع البلد وتضيع الشغل اللي هو عمله سياده الرئيس. احنا في عهد الرئيس السيسي شايفين في استقرار في الامن، وبنرفض اي تخريب يهز استقرار البلد.